اخوت شكرا لكم بزاف الخوت داك الفيديو اللي داس ديال موعد كلارنس وصلتو 35 لايك لكم 30 لايك ولكن نتوما وصلتو 35 لايك شكرا لكم بزاف. وتعالش الخوت حتى في هذا الفيديو ندير لكم واحد التحدي لو وصلتو هذا الفيديو 40 لايك غادي نفتحوا لكم سلسله جديده ما نقول لكم شنو هي السلسله وكذا تكون مفاجاه. وما نطولش عليكم الخوت بزاف ونبداو في الفيديو. فين تعطلتي؟ يلا نجلس تماك. واخا انا بغيت بيتزا ديال جوج درهم لكن تماك عرفتيها كشكور رخيصه بزاف. المهم حتى نتي طلبي شي حاجه رخيصه صافي. صراحه انا بغيت نص خامس بنين صافي ما يكون خاطرك الحبيبه ديالي. قلت الحبيبه ديالي كفو على معقده. مرحبا بكم عندنا شنو حب الخاطر. صراحه انا بغيت بوكا ديوس وسولي الانسم ديالي شنو بغات خامس بنين واخا ما يكون خاطركم. بلاتي واش كليك تكثري من الموتزاريلا. واخا شكرا شكرا. سو هاد اللبسه كبيره عليكم ما جاتش معايا. انا عارفه هذا الستيل ديالي وانتيا الا الستيل كيعجبك. صراحه بزاف ستيلات انا كيعجبني ستيل عميقين وستيل مريولين وستيل صافي. وانتيا عندك شي حاجه مرات بيه؟ صافي كان عندي ولكن في الستيل درهم اليوم انتيا علاش. صافي حتى انا كان عندي في الستيل درهم. تفكر الزاده شفرات بحال ترى هي باغا تشبع كرشها صاحبي. وشنو هي اخيب خدمه خدمتي فيها؟ اصلا انا ما عمري ما خدمت شي خدمه. خدمه واعره هذه. شنو كتلون عليا الاخرى؟ لا والو ما كتشيك شوكولاته نساتك القهوه شكرا.